الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. منذ أن انهزم المشركون في معركة بدرين وهم يحرضون على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن هشام: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدرين. فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك من ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا. قال ابن إسحاق: ففيهم نزلت: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فجاءوا إلى مشارف المدينة، فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها وبعض القبائل من تهامة وغيرها، معهم نساؤهم لئلا يفروا. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد رأى رؤيا من الله تبارك وتعالى، قال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني قد أدخلت يدي في درع حصنة، فأولتها المدينة. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بالشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قتلناهم فيها. فقال رجال من المسلمين: يا رسول الله، أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته، وهي أدوات الحرب من درع وسيف ورمح، حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد وهم 1000 رجل، قام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قائلا: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا. فرجع بمن اتبعه من المنافقين إلى المدينة نحو 300 رجل، فتعب النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير ومعه الرماة 50 رجلا، فقال: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتينك من قبلك. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير. قال ابن إسحاق: وتعبأت قريش وهم 3000 رجل ومعهم 100 فرس، فجعلوا خالد بن الوليد على الميمنة وعكرمة بن جهل إلى ميسرتها، يحرضهم أبو سفيان بن حرب وزوجه هند في النساء. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد منح أبا دجانة قائلا: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تشرب به العدو حتى ينحني. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا أعلن بعصابة حمراء يضعه على رأسه، قاتل قتالا شديدا وكان كذلك. وكان شعار المسلمين في غزوة أحد: أمت أمت. قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى حمت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا
يخمش الناس خمشا شديدا، فصمت له. فلما حملت عليه السيف والولى، فإذا امرأة هند زوج أبي سفيان، قال: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب امرأة. وكان النصر للمسلمين كاسحا، وتراجع المشركون، فأخذ المسلمون يجمعون الغنائم والكفار فارون. هنالك وقع النهي، ونزل الرماة من الجبل مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنفر خالد بن الوليد من معه وأحاطوا بالجبل، وكروا على المسلمين الخلف، ورفع المشركون لواءهم من جديد، وعاد القتال وعادوا لقتال المسلمين، فألحقوا بهم أذى كثيرا. عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل في وجهه، فجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خذبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. ولما خلفوا الأمر استشهد من المسلمين 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وحنظلة ومصعب وعمر بن جموح رضي الله عنهم أجمعين. وقتل من المشركين 22، وفي بعض الروايات 30. ونزلت آيات من سورة آل عمران فيها صفة ما كان في يومهم ذلك ومعاتبة من عاتب منهم. قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وفي العتاب للذين عصوا رسول الله من الرماة قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآية. وقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقوله تعالى: الشهداء وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب موجل. وعن شجاعة المجاهدين: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وقوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وختاما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.